اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا بذلنا الجهد وذكرنا دروسنا وفعلنا ما بوسعنا، فلا تخيب رجاءنا وفرحنا وفرح أهلنا. اللهم بشرني بنتيجتي وأنت خير المبشرين. اللهم يا خفي الألطاف نجني مما أخاف، ولا تحملني ما لا طاقة لي باحتماله. يا رب أشهدك أني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله، وانتهى الامتحان وخرجنا من الامتحان مسلمين الأمر إليك متوكلين عليك. فاجبر اللهم بخاطرنا واجعل نتيجتنا أفضل مما نتوقع. اللهم إنا نعوذ بك من نتيجة تحزننا أو تقضي مضجعنا أو تفقدنا حلمنا ومستقبلنا. اللهم يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تفكيرنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من أن تسلط علينا من الخلق من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء ونتيجة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء. اللهم يا كريم اكتب لنا نجاحا باهرا ومجموعا مرضيا كبيرا وفرحة كبيرة تفرح بها قلوبنا وأهلنا وأيامنا يا رب العالمين.